والأشد والأدهى من ذلك كله أن بعض الناس يعني يجعلون رنة الهاتف موسيقى أو أغاني ويدخل بها بيت الله عز وجل. يا جماعة الخير، هذه بيوت الله، أصبحت مساجدنا كالكنائس تدق فيها الأجراس، وهذا أمر عظيم. هذه بيوت الله، الله تعالى يقول في بيوت أذن. ما معنى أذن؟ أن الحكم فيها لله، هو الذي يأذن أو لا يأذن، أذن. فعلينا أن نتحرز ونتحفظ عندما ندخل إلى بيوت الله عز وجل من كل ما يتنافى مع حرمة هذه المساجد، والله تعالى أعلم.